مشاهدينا أهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. نختم أسبوعا حافلا بالأحداث والمستجدات والتفاعلات الوطنية والدولية. على ميديا إن تي في عرضنا لكم أهم الأخبار التي ميزت الأسبوع وطرحناها بالتحليل والنقاش ضمن شبكتنا الإخبارية والبرامجية. نبدأ من المغرب، حيث قادت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية واسعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المتضررة من موجة الثلوج الغير المسبوقة والتي شملت عددا من المناطق بالمملكة. العملية التي جاءت بتعليمات ملكية جرى تنفيذها من قبل عدد من المتدخلين من خلال التنسيق وتعبئة الإمكانيات الوطنية والمحلية في هذه الأقاليم، وشغلت فرق المؤسسة على توزيع المساعدات العاجلة المكونة من منتجات غذائية أغطية لفائدة السكان المتضررين بعدة دواوير، مع تقديم المصاحبة الاجتماعية وأيضا التكفل الطبي عن قرب. وقد تم نشر فرق متخصصة من أجل الاستجابة لحاجيات المناطق المتضررة في أقاليم زاجورة ورزازات وأيضا تارودانت. كانت لنا متابعة لهذه العمليات وسيرها في مختلف هذه المناطق، دعونا نلقي نظرة على أبرز محطاتها. العمل الإنساني ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللي كيتميز بعمل وتدخل ديال القرب اللي كيمشي وكيوصل الإعانة الإنسانية للأسر المستفيدة فين ما كانوا وكيف ما كانت الظروف، بالأخص في هذا الكونتكست هذا ديال هذه الأيام الأخيرة اللي شفت في هذه المنطقة هذه تهطل الثلوج قوي وانقطاع بعد الطرق بنواحي ورزازات. هذا الدوار هو آخر دوار يتم فك العزلة عنه من أصل 75 دوارا تمت عزلتهم بالكامل بالثلوج من أصل 309 دواوير تهطلت عليهم الثلوج بشكل متفاوت في موجة البرد الأخيرة التي ضربت إقليم ورزازات من أصل 611 دوارا بالمجموع. إذن بوصول المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لساكنة الدواوير المتضررة بموجة البرد يكون قد تم فك العزلة بالكامل عن السكان المتضررين، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. سناء ضرديخ مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن أكدت في تصريح لقناة ميدي أن تي في أن مجموع العائلات التي استفادت من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواكبة الطبية والاجتماعية اللازمة قد تجاوز 50% من أصل 24 ألف عائلة بالأقاليم الثلاث وهي إقليم ورزازات وزاجورة وتارودانت. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عملت إقليم ورزازات وبمعية مندوب التجهيز هنا بالإقليم أكدوا كذلك أنه تم فتح كل المعابر والمسالك المؤدية إلى كل الدواوير المتضررة، وذلك عبر تعبئة 91 آلية متكونة من شاحنات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية ومن جرافات وآليات تم الاستعانة بها من أقاليم في جيج وميدلت وإفران والراشيدية. وعلى المستوى الاقتصادي استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، واستعرض الجانبان خلال لقائهما الإجراءات التي بشرتها الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية من أجل مواجهة الظرفية الدقيقة المطبوعة بمخلفات كوفيد-19 والتقلبات المناخية وكذلك التوترات الجيوسياسية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية، علاوة على موضوع استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق الوطني. نتوقف عند أهمية هذا اللقاء والأحداث الرئيسية التي طبعت الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة مع عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. رئيس الحكومة لا استقبل والي بنك المغرب، ولكن قبل من والي بنك المغرب أيضا استقبل المسؤول عن العمليات في البنك الدولي
معناه أن هذه المرحلة التي يتباحث فيها وكنسطر على هذه الفعل هذا يتباحث فيها رئيس الحكومة فهو يتباحث في إطار يعني للوقوف على الوضعية الاقتصادية والمالية وتقييم الجهود اللي كيبذلها المغرب باش مواجهة التحديات ديال الظرفية تحديات المرحلة. بنك المغرب دخل جوج مرات الآن، نعم دخل مرتين للرفع من سعر الفائدة وهذا شيء واضح، ولكن الآن قريب من الاجتماع دياله الهام جدا اللي كيكون فصلي. من طبع الحال لابد من دراسة التوجهات واش غيكون رفع سعر الفائدة من جديد، لأنه الآن التوجه هو من طبع الحال التحكم في التضخم. إلى نظرنا التقرير اللي خرجت به مندوبية التخطيط فكتقول لك التضخم في يناير وصل قرب 8.9 إذا وصل ل 9% معناها راه مرتفع، وهنا غنمشيو في الكوميل ديال العام كامل. إذا عندنا استمرار النزاع الدولي كيأثر فينا، عندنا تداعيات الجفاف، احنا ما عندناش موسم كامل، نتمناو أننا نفوقوا ديك 40 مليون ديال القنطار ديال الحبوب باش نكونوا شبه متوسط ونكونوا مزيان، نتمناو مع التساقطات الأخيرة. عندنا يعني التداعيات، نعم التداعيات ديال 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 كورونا، مازال الاقتصاد الوطني لم يتعافى بشكل كامل، إذا هو يواجه تعثرات، يواجه ظرفية، حنا كنشوفوا شنو واقع في الورزازات وتارودانت وكذا من ظروف، إذا لابد من تجنيد الجهود في هذا الاتجاه لضبط الاقتصاد الوطني. ما تنساش السي محمد راه لأول مرة عندنا 12 ألف مقاولة كتعلن الإفلاس ديالها، هذا كي في هذه المرحلة بالضبط، يلا الرقم كيتعلن عليه، العام اللي فات كان 10,000، إذا الحذر يكون من ماذا؟ ماشي من التضخم اللي احنا فيه طرف مستوردون وفيه طرف كنتحكموا فيه في الداخلي، ولكن أيضا الآن التخوف من الركود، لذلك انطلقت الحكومة في الجهود ديالها من طبيعة الحال باش تضبط يعني التوازنات الاقتصادية سواء بالدعم أو التدخل أو بالنسبة للماء والكهرباء ديك 5 مليار أو بالنسبة للمهنيين للنقل أو بالنسبة للضبط يعني الأسواق المغربية، ولكن في ظل هذا النقاش الذي فتح وهو والذي أمر به جلالة الملك وهو نقاش جد هام وجد حاسم للمرحلة المقبلة ونحن على أبواب شهر رمضان، هذه المباحثات نعم ستسير من طبيعة الحال لا بد من ما تنتج عليها أمور توجيهية. ومن أبرز الأخبار على المستوى الاقتصادي أيضا والتي همت المغرب، فقد قررت مجموعة العمل المالي بإجماع أعضائها مجموعة جافي خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف باللائحة الرمادية بعد تقييم مسار ملائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وقد كان ذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا من 20 إلى 24 من فبراير الجاري. يأتي قرار هذه المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى المغرب في يناير الماضي. للتعليق على هذا الموضوع كان معنا من الرباط الخبير الاقتصادي محمد جدري. لم يكن هناك معنى لوجود المغرب في المنطقة الرمادية، خصوصا بعد أن التزم بمجموعة من الإجراءات طلبتها مجموعة العمل المالي اللي قام بها المغرب، كل ما يتعلق بمجموعة من الإجراءات التشريعية والإجراءات القانونية وكذلك مجموعة من الإجراءات متعلقة بالسياسة النقدية والسياسة المالية. كان من المتوقع أننا نخرج من هذه الدقة هذه مع نهاية السنة، لكن مجموعة العمل المالي قالت بأن ضروري أن تجي واحد اللجنة تزور المغرب، زارت المغرب واجتمعت مع البنك المركزي مع الحكومة مع مجموعة من المقاولات والمؤسسات المالية وتبين لها بأن هذه الإجراءات اللي قام بها المغرب من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي إجراءات اللي هي حقيقية واللي على أرض الواقع، وبعد ذلك يعني رفعت التقرير ديالها إلى المجلس التنفيذي اليوم رسميا المملكة المغربية تخرج من المنطقة الرمادية. هذا الأمر هذا اللي يكون عنده واحد وقع إيجابي على الاقتصاد الوطني، لأن أولا سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة المغربية لأن هذا أمر مهم.
مهم جدا لان المستثمرين ما كيمشيوش للبلاد اللي فيها غسل الاموال او فيها تمويل للارهاب، هذا امر مهم جدا. كذلك المؤسسات ديال التنقيط الدوليه والماليه سوف ترفع عمق تنقيط المملكه المغربيه، وهذا كذلك امر مهم بالنسبه للمملكه المغربيه. كذلك هذا الامر هذا سوف يعزز من القوه التفاوضيه للمملكه المغربيه مع صندوق النقد الدولي من اجل التوفر على خط مرن ائتماني احسن من الخط اللي استعملنا قبل الجائحه بشروط اكثر تفضيليه وبدون يعني واحد السقف ديال التمويل. الآن فيما يتعلق بمجهودات المغرب من أجل تبسيط المساطر وأيضا الإجراءات الإدارية، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية وأيضا جماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، دعاها إلى الانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وفق برنامج عمل محدد يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. تصريحات أخنوش جاءت بمناسبة ترأسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. نتابع ما قالته في هذا السياق الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتا مزور. تم عقد الاجتماع الثالث ديال اللجنة الوزارية ديال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية برئاسة السيد رئيس الحكومة، واللي بالموجب ديالها تم المصادقة على تبسيط ديال 22 مسطرات الاستثمار اللي هي الأكثر تداولا بالنسبة للمستثمرين. بموجب هذا التبسيط نقصنا 45% من الوثائق اللي تتطلب المستثمرين، وهذا الشيء متحين في المنصة الرقمية سيري انفست. هذا الشيء غادي يسهل المأمورية على المستثمرين حيث غير نقص الوثائق اللي تيطلبوا لهم، وهذا الشيء جاء تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية اللي دعا سيدنا الله ينصرو في الخطاب ديال افتتاح البرلمان لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار. وفي حصيلة هذا الأسبوع للتعاون المغربي مع مجموعة من الشركاء الدوليين في مجالات مختلفة، نبدأ بتصريح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس الذي أبرز النتائج العملية والملموسة التي أفرزتها المرحلة الجديدة من العلاقة مع المغرب في جميع الميادين. وسجل الوزير في هذا السياق انخفاض وتيرة الهجرة غير القانونية ب 69% على مستوى الوصول إلى السواحل الأندلسية خلال يناير مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2022 وب 82% على مستوى جزر الكناري. نتابع تحليلا لما جاء في تصريح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني عن التعاون المغربي الإسباني في هذا التصريح للحبيب شباط محلل السياسي والكاتب العام المحلي للحزب الاشتراكي الإسباني. انفراج في العلاقات المغربية الإسبانية التي توجت بقمة الأخيرة بين حكومة البلدين لا شك أعطت تعاقوية العلاقات بين البلدين في شتى الميادين، وبدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع. فمسؤولين الإسبان واعيين بما فيهم وزير الخارجية واعيين بأهمية التعاون مع المغرب في كل الأصعدة، فما يخص مثلا مكافحة الهجرة الغير شرعية نحو إسبانيا، كما قلتم أنه موضوع حساس بالنسبة للإسبان والأوروبيين، فبفضل مجهودات المغرب ووسائله يعني المحدودة انخفضت كما قلتم وتيرة الهجرة نحو جنوب إسبانيا بنسبة ما يقارب 70% خلال شهر يناير مقارنة مع السنة الماضية، وبأزيد من 80% تجاه جزر الكناري، مع العلم أن المغرب له أزيد من 3500 كيلومتر من السواحل، ولا تفرقه بأوروبا إلا 14 كيلومتر من ناحية الشمالية لحدوده.
في حين ازدادت وتيرة الهجرة الغير شرعية نحو جنوب أوروبا من باقي جهات شمال إفريقيا. هذا يؤكد التزام المغرب بتعهداته تجاه الإسبان والأوروبيين بمراقبة حدوده، وهذا يجعله بلد يثق به ويعول عليه في هذا المجال. كذلك التعاون الأمني بين البلدين هو جد مستمر فيما يخص مراقبة تفكيك خلايا الإرهاب، تنظيمة الجريمة المنظمة عبر القارات، كذلك التعاون فيما يخص إيجاد رؤية موحدة بين البلدين فيما يخص اختراق منطقة الساحل من طرف المجموعات الإرهابية الناشطة طيب. في المنطقة، والتي تسهل مرور المهاجرين نحو شمال إفريقيا، وكذلك التجارة في الأسلحة والمخدرات. من يتابع الشأن الداخلي الإسباني وتصريحات خصوصا المستثمرين الإسبان، كلهم متفائلين من الأفاق التي تفتحها لهم الأسواق المغربية، وكذلك يعني المشاريع العمومية الكبرى التي ينوي المغرب القيام بها، خصوصا فيما يتعلق ببعض القطاعات التي المغرب بحاجة إلى التجربة التقنية والتكنولوجية. إسبانيا خصوصا ميادين الطاقة المتجددة، تحلية مياه البحر، التقنيات الزراعية أو الصناعات السياحية، كل هذا سيساهم بدون شك في المستقبل إلى ارتفاع وتيرة المبادلة التجارية بين البلدين، مما أعتقد أنه سيوطد أكثر الاندماج الاقتصادي بين البلدين. الآن إلى الشراكة المغربية البريطانية، حيث عقد مجلس الشراكة المغربية البريطانية دورته الثانية قبل أيام، وذلك بهدف مواصلة الدينامية الجديدة القوية للشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، والاستجابة إلى انتظارات وتطلعات حكومتي البلدين. وقد تعززت الشراكة المتينة بين الرباط ولندن بشكل كبير منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021، وارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50%، كما تضاعفت الصادرات المغربية 3 مرات تقريبا منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق. للمزيد كان معنا كل من لندن كل من أيوب الريمي، صحفي مغربي مختص في الشأن البريطاني، ومن الرباط كان معنا أيضا خالد أشيبانا، دكتور في الاقتصاد والباحث المختص في الاقتصاد والمالية. وحين الحديث عن إفريقيا فلا بد من المرور عبر المغرب، على اعتبار أولا بأنه منصة للاستثمارات العالمية، وكذلك بوابة نحو العديد من الدول الإفريقية. وبالتالي فبريطانيا عندما تنظر إلى فرص الاستثمار في المغرب فهي تشاهد ما جنته دول أخرى عندما اختارت المغرب للاستثمار فيه. نتحدث عن اليابان، نتحدث عن فرنسا وعن الكثير، وإسبانيا كذلك، ودول أخرى اختارت المغرب وتجني ثمار هذه الاستثمارات. بريطانيا يمكن القول بأنها ستركز على 3 قطاعات أساسية واستراتيجية. أولا مجال الطاقات النظيفة، يمكن أن نتحدث عن المشروع العملاق الذي سيجمع المغرب وبريطانيا، والآن جاري التحضير له والشغال عليه. مجال الخدمات المالية، وهذا أيضا سيكون مهما جدا على اعتبار أن لندن تتوفر على أكبر مركز مالي في العالم، وكذلك هناك المركز المالي في مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى مسألة السلع وخصوصا فيما يتعلق بالسلع الفلاحية، وهنا أيضا يمكن أن نتوسع في هذا النقاش. وبالتالي فهذه 3 قطاعات بريطانيا تنظر إلى المغرب كشريك مهم وحيوي فيها. استطاعت بريطانيا أن تقفز في المراتب لتصبح 5 زبون بالنسبة للمغرب، وهي المورد رقم 18 بالنسبة للمغرب. كما تفضلت به، المبادلات كانت تمر بالأساس مع الاتحاد الأوروبي عبر الشريكين الأولين بالنسبة للمملكة المغربية اللي هما إسبانيا وفرنسا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومضمون اتفاقية الشراكة التي وقعت مع بريطانيا كان هذا هو هدفها، أن تستفيد بريطانيا من نفس الامتيازات التي تقدمها المملكة المغربية لشركائها الأوروبيين. وانعكاس ذلك نشاهده على الواقع، الأرقام تؤكده. لكن هناك شيء مهم يجب أن ننتبه إليه. اليوم الشراكة معتمدة بالأساس على ما هو تجاري، ويجب أن تنتقل إلى مستوى شراكة اقتصادية شمولية. وعندما نتحدث عن الشراكة الاقتصادية لتكون لتشكل فرصة بالنسبة للمغاربة، يجب أن نستطيع من جذب
المستثمرين البريطانيين. يجب أن نستطيع أن نجذب السياح البريطانيين. يجب أن يصبح المغرب هو البوابة بالنسبة للمملكة المتحدة للمرور إلى دول إفريقيا الغربية، إلى غرب إفريقيا. فالمغرب اليوم يتوفر على كل مؤهلات البنية التحتية، يتوفر أصبح منصة للتصنيع. عندنا صناعة السيارات ازدهرت بشكل ملحوظ، صناعة الطائرات ازدهرت بشكل ملحوظ، هناك صناعة النسيج. كل هذه القطاعات إذا لم نستطع أن نجذب المستثمرين البريطانيين وأن نخلق شراكة حقيقية بين رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين، فلن تكون مفيدة بالشكل المطلوب. ومن أبرز ما ميز هذا الأسبوع أيضا إنهاء الاتحاد الإفريقي أشغال قمته 36 بمناقشة العديد من القضايا والملفات. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا، كما أعرب الاتحاد عن معارضته الشديدة للتغيرات غير الدستورية للحكومات، مبقيا على تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان. للمزيد عن مخرجات هذه القمة وجهود التعاون الإفريقي كان معنا ضيفا محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. كانت قمة نشيطة ومكثفة من حيث جدول الأعمال الذي تراوح ما بين الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي، وكذلك المرتبط بتداعيات المناخ والجفاف خاصة في منطقة القرن الإفريقي. هي قمة كانت حبلة بالتأكيدات على أن الاتحاد الإفريقي سيحاول قدر الإمكان البحث عن تكثيف أواصر التبادل الاقتصادي، خصوصا في ظل العمل على آليات تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية. ونحن نعلم بأن هذه المنطقة تهم أزيد من 1.3 مليار إفريقي. تحاول قدر الإمكان العمل على مضاعفة المبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية التي تتراوح حاليا في إجمالها حوالي 3.4 تريليون دولار، في أفق أن يكون الأمر يهم أزيد من 26 تريليون دولار في سنة 2050. المبادلات التجارية هي ضعيفة بين البلدان الإفريقية لا تتجاوز 15%. القارة الإفريقية تعاني من تحديات مرتبطة بالأزمات المتواجدة في عدد من المناطق في القارة، تحديات مرتبطة بأزمات المناخ والجفاف، تحديات مرتبطة باللاعبين الأجانب الذين يحاولون قدر الإمكان البحث عن موطئ قدم لهم في القارة الإفريقية، كذلك تحديات مرتبطة بالعمل المؤسساتي، خصوصا ونحن نعلم أن كثرة الملفات وكثرة المؤسسات وكثرة الأجهزة أحيانا تعيق العمل على إيجاد أرضية توافقية فيما يتعلق بتحديث هذه الآليات وتفعيلها، وبالخصوص الحكامة المرتبطة بتسيير هذه الأجهزة. إذن كلها هي تداعي، هي أهداف مرتبطة بالسياق الذي تأتي فيه أو يأتي في هذا الاجتماع، خصوصا تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المرتبطة في عدد من منطقة القارة الإفريقية. أما فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فقد جدد مؤتمر الاتحاد الإفريقي أعلى هيئة بالمؤسسة الإفريقية التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية. ومن خلال هذه الخطوة تكون الدورة العادية 36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد أكدت روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية والمعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، وشدد على أن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في تقديم دعم فعال للجهود التي تقوم الأمم المتحدة. للمزيد عن البيان الختامي للقمة الإفريقية كان معنا أيضا ضيفا محمد العمراني بوخبزة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
لاحظنا أن الدبلوماسية المغربية نجحت في ذلك واقتنعت غالبية الدول المشكلة الاتحاد بأن هذا الملف يجب أن يبقى حصريا أمام الأمم المتحدة. فبالتالي أن التوصيات أو المخرجات القمة هي مخرجات إيجابية بالنسبة للمغرب وهزيمة دبلوماسية حقيقية بالنسبة لخصوم المملكة، لأن المناورات هي لم تكن في مستوى واحد، بل عرفت هذه المناورات محاولات متعددة من قبيل محاولة إشراك أو إدراج الجبهة البوليساريو في الشراكات التي تجمع الاتحاد مع قوى أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي مع تركيا، مع روسيا، مع اليابان إلى غير ذلك. فكان هناك يقظة مغربية حقيقية، بل ليست فقط من قبل المغرب، بل حتى أصدقاء المغرب داخل الاتحاد الإفريقي فهم يتصدون لكل هذه المحاولات. لذلك ربما قد نتحدث عن ضرورة اليقظة الدائمة. المغرب الآن يدفع القارة الإفريقية في اتجاه بناء تصور جديد حول الأمن الغذائي، حول السيادة الطاقية، حول الأمن والسلم في إفريقيا. وفي مقابل تراجع مضطرد في أطروحة البوليزاريو وداعمتها الجزائر، يواصل الطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي يواصل كسب المزيد من الدعم بين الدول الإفريقية، وهو ما ترجمه تأكيد القمة الإفريقية الأخيرة على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية. نتابع ما قاله الأستاذ سلم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من مدينة العيون. طالما عكف هذا المعسكر، معسكر دعم الانفصال، على توظيف هذه المنظمة القارية ويعني خلفها هو سلفها منظمة مؤتمر الوحدة الأفريقية، توظيفها لضرب لأجندات سياسية ضيقة تتمثل في ضرب سياسة سيادة الوحدة الترابية للمملكة وسيادة الترابية للمملكة المغربية. لكن منذ أن قطع المغرب مع سياسة الكرسي الشاغر في هذه المنظمة القارية، منذ أن عاد إلى الحكم الإفريقي، وتحديدا منذ تلك الزيارات التي دشنها صاحب جلالة لدى مجموعة من عواصم القارة والتي أسس من خلالها لعديد الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية العامة مع مجموعة من البلدان، لا شك على أنه بدأ الموقف الإفريقي المعبر عنه في هذه المنظمة القارية بدأ يتغير، ينحى إلى العقلانية وإلى الواقعية، وينسجم مع مبادئ هذه المنظمة نفسها، مبادئ متمثلة في احترام سيادة الدول، في حسن الجوار، في نبذ الأجندات الانفصالية، في يعني السلم والاستقرار. هذه المبادئ تنسجم مع رفض يعني مع يعني رفض تقويض الوساطة الأممية على اعتبار نجاعتها. اليوم المغرب يأخذ دوره الذي يستحقه، دور ريادي في هذه المنظمة القارية، يتبوع دوره ريادي من خلال شغل لمجموعة من المواقع الهامة سواء على مستوى هياكل هذه المنظمة، منظمة الاتحاد الإفريقي. اليوم المغرب رأس مجلس السلم والأمن وهو أعلى هيئة تنفيذية في هذه المنظمة، يحتضن مجموعة فعاليات القارية مقابل في مجموعة من المجالات الهامة، المرصد الإفريقي للهجرة، مجلس الشباب الإفريقي، يعكف أيضا على التأسيس لشركات استراتيجية مهمة، ويعكف على استثمارات كبرى. المغرب هو المستثمر الإفريقي الثاني في مجمل القارة الإفريقية، وهو المستثمر الأول في غرب إفريقيا، وبالتالي يستثمر في قطاعات حساسة تساهم في التنمية في مجموعة من البلدان، ويصدر أيضا تجربته الريادية والتي لطالما عبرت عنها خطابات صاحب جلالة المتمثلة في أنه التنمية، معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مدخل أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار ولتحقيق الاندماج القاري. وبالتالي القارة الإفريقية اليوم باتت تتعاطى إيجابا مع هذه المقاربة المغربية، وباتت تنسجم
مع قيم والمبادئ التي تأسست عليها منظمة الوحدة الأفريقية، والتي كان بالمناسبة المغرب أحد المؤسسين لها في منتصف القرن الماضي. في إطار جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين الوطنيين والدوليين الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة بشأن استخدام المغرب لبرنامج التجسس بيجاسوس، ادعاءات مختبر ليب سيتيزن ومنظمة العفو الدولية وجمعية فوربيدن ستوريز التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استقبلت اللجنة هذا الأسبوع جوناثان سكوت كاتب تقرير Exonerating Morocco Disproving the Spyware الذي نشر في 18 من فبراير الجاري، والذي أكد أن المنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية تفتقد إلى المنهجية العلمية الدقيقة. جوناثان سكوت الخبير الأمريكي المتخصص في تحليل برامج التجسس أكد أن تقريره الأخير يحمل في طياته المنهجية العلمية الدقيقة للكشف عن نظام بيجاسوس. نتابع تصريحاته وأيضا تصريحات عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. في عام 2021 اتصلت بمنظمة لحقوق الإنسان لمساعدتهم في إجراء تشخيص والكشف على أجهزة محمولة ووافقت على ذلك. ومن هناك تعرفت على منظمة أمنيستي، وبعد ذلك اكتشفت أن لديهم مشكلة في الكشف على برنامج بيجاسوس. تواصلوا معي وطلبوا مني أن أطلعهم وأشارك معهم المنهجيات التي طورتها للكشف عن بيجاسوس باعتبارها المنهجية الفعالة. ومع مرور الوقت وحين اطلعت على التقرير الذي نشروه حول أنشطة التجسس، أدركت أنه لا يوجد أي تشخيص أو دليل كاف من الناحية العلمية لدعم عملهم في الكشف عن بيجاسوس. بدأت أتحدث في هذا الموضوع بالطبع حينها لم يكن الأمر شائعا، وفي سنة 2022 نشرت تقريري الأول حول قضية كاتالونيا. أعتقد أننا نتعامل مع حالة حرجة، لأن ما لا يقل عن 65 شخصا أصيب هاتفهم المحمول ببرنامج بيجاسوس. And the fact that it was 65 people that were accused of being infected with by Pegasus or Candiru. منذ تلك المرحلة إلى خروج هذا الخبير اليوم، يتبين بأن منظمة العفو الدولية لم تستطع أن تقدم أي دليل على ما قالته. لهذا هذا خروج لخبير أولا يعرف منظمة العفو الدولية جيدا، خبير له دراية بهذا الميدان. يقدم أولا يقول بأن هذه المنظمة لديها صعوبة تقنية، وأن ما قدمته حول المغرب هو مجرد ادعاءات وليست مسائل علمية، بل أنه ذهب في ما كتبه إلى القول أنها أحيانا قامت بالخلط ما بين الاستعمال العادي للهاتف وما بين برامج التجسس. وهناك إشارة أخرى قوية يقول بأن هذه المنظمة بالإضافة إلى المختبر الذي كان يشتغل معه أدركت في مرحلة معينة بأن هناك خطأ لديها، ورغم ذلك تابعت هذا الادعاء وقدمت تهم خطيرة جدا ضد المغرب. إذا اليوم داخل هذه اللجنة لاحظنا بأنه كلت هذه المسافة الزمنية، بمعنى كان ترك لهذه المنظمة بأن تقدم دليل، لم تستطع أن تقدم دليل. واشتغال هذه اللجنة هو للاستماع، بمعنى أنه استماع لخبراء بما في استماع نفسه للمنظمة نفسها إذا كان لديها شيء تثبته. وهذه قوة كبيرة جدا في عملية ضحض ما أثير آنذاك والبروباغندا الإعلامية. ويتبين في نهاية المطاف أن الأمر هو مجرد ادعاءات ومجرد استهداف للمغرب تم تنظيمه بمنهجية معينة. كل يوم الأمور هي سقطت واتضحت أمام الرأي العام، لأن الأمر يتعلق بخبير أولا محايد له معرفة ودراية بهذه المجالات بالضبط، ثم أنه يعرف جيدا في الميدان كيف تشتغل هذه المنظمة والمختبر الموجود معها.
الآن إلى جديد التعاون والشراكة الأمنية التي يسعى المغرب والولايات المتحدة إلى تطويرها بشكل متواصل. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي هذا الأسبوع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي الذي حل بالمغرب في إطار زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى. وتباحث الطرفان تباحث كان مشتركا بشأن التهديدات الناشئة وتحديات الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، كما تم دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، علاوة على توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل. للمزيد نتابع هذه التوضيحات لعبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. هذه الولايات المتحدة الأمريكية الدولة التي لها القيادة في النظام الدولي، لا أعتقد بأنها تذهب لتتعاون مع أي مؤسسة أمنية بهذه الطريقة. هي تعرف مع من تتعاون، بمعنى تنشئ حلفاء وتتعامل مع حلفاء الذين يساهمون في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. المغرب هو فاعل أساسي، حليف استراتيجي ضمن هذه المنظومة العالمية لبناء الاستقرار والأمن. بالمقابل توجد دول أخرى أنها متهمة لا تتعاون. نعطيك مثال، هنا الكثير من التقارير تشير بأن الجزائر هذه اللي في جوارنا لا تتعاون على المستوى الدولي، لا تقدم المعلومات وأحيانا لا تملك المعلومات، بل أن هناك إشارات أن لها علاقة بالتنظيمات الموجودة في منطقة الساحل. لهذا لما نتحدث عن المغرب كقوة إقليمية أمنية صاعدة تقدم معلومة على المستوى العالمي، يأتي مدير المكتب الفيدرالي وقبله مديرة وكالات استخباراتية أمريكية، هذه مؤسسات لها دور على المستوى العالمي وتقول بأنها تتعاون مع الشركاء تقارير ديالها الذين يقدمون لها معلومات، بمعنى يقدمون معلومات يقدمون خبرة. المغرب له مدرسة أمنية لها خبرة كبيرة تساهم في الاستقرار على المستوى الإقليمي. شكراً. مقابل أطراف أخرى لا تتعاون، بل أنها تنشر الفوضى ونتحدث مباشرة عن النظام العسكري الجزائري. شكراً. متهم على هذا المستوى، وهناك تقارير تشير إلى هذه النقطة. ودائما عن التعاون الأمني المغربي الأمريكي والدور المركزي للمغرب في مكافحة الإرهاب الدولي، وعن فهم وإدراك أمريكي متزايد لدور المغرب في المنطقة انطلاقا من القلق الناجم عن تضارب المصالح في المنطقة، كانت هذه التوضيحات للدكتور محمد أحداف الأستاذ الجامعي. هناك اعتقاد على أن هناك متغيرات عميقة لا سيما في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة للمصالح الاستراتيجية الكبرى لأمريكا. علينا أن نسجل ما يلي، أن هناك تزاحم وتنافس شديد القوى بين الصين وروسيا علاوة على أمريكا فيما يتعلق بالقارة الإفريقية بمجملها. هناك تراجع وانحصار لنفوذ القوى الاستعمارية التقليدية الأوروبية. هناك خروج بطريقة غير طبيعية لفرنسا من الساحة الإفريقية. هناك عدم استقرار سياسي في عدد من الدول أعادتنا إلى زمن الانقلابات العسكرية. هناك توسع خطير فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية للجماعات الإسلامية الكبرى أو غيرها من الجماعات الجهادية أو الجماعات الإرهابية المحلية، التي إما أن تدور في فلك هذه الجماعات تدين لها بالولاء أو أنها مستقلة عنها من غرب إفريقيا من نيجيريا ومن بوركينا فاسو والغابون وصولا إلى شرق إفريقيا إلى تنزانيا وجيبوتي. وهذا كله من شأن أن يهدد سلامة الملاحة البحرية في المحيط الأطلسي، كما من شأنه أن يؤثر على سلامة الملاحة البحرية في شرق إفريقيا والبحر الأحمر.
وفي أبرز مستجدات الملف الأمني على المستوى الإفريقي، هذه المرة تغادر القوات الفرنسية بشكل رسمي الأراضي البوركينابية بعد حوالي 5 سنوات من التواجد العسكري في هذا البلد بغرب إفريقيا، وعقب انتقادات تتعلق بفشل القوات الفرنسية في مهام مكافحة الإرهاب ووضع حد لنشاطات التنظيم الرسمية أو التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. انسحاب الجيش الفرنسي من بوركينا فاسو يأتي في سياق تفعيل مضامين اتفاق بين الحكومة الفرنسية والسلطات البوركينابية لسحم جميع الجنود الفرنسيين في غضون مدة زمنية لا تتجاوز الشهر. وفي مقابل هذه الدعوة، أكدت الحكومة الفرنسية استعدادها بتنفيذ الاتفاق ومغادرة البلاد حسب المهلة الزمنية المحددة. إذن عن انسحاب الجيش الفرنسي بشكل رسمي من بوركينا فاسو بناء على طلب السلطات سلطات البلاد، كان معنا من باريس المحلل السياسي مصطفى طوسة. في غضون الشهر يعتبر في حد ذاته صفعة موجعة للدبلوماسية الفرنسية وللنفوذ الفرنسي، خصوصا وأن ذلك يأتي بعد الموقف الرافض والمنتقد لسلطات بلد آخر مهم أيضا بالنسبة لفرنسا وهو مالي. هذه الدول تعلل هذا الموقف الرافض لفرنسا بأنها تريد أن تنوع شراكتها الأمنية مع دول أخرى، وهنا يعني أصابع الاتهام بين قوسين من فرنسا موجهة إلى روسيا وإلى جماعة فاغنر. هناك قناعة لدى الأوساط الفرنسية بأن روسيا هي التي تعبث بهذه الأمور وتريد أن تضع حدا للتواجد والنفوذ العسكري في المنطقة. نعم، يعني أن تتوالى هذه الضربات وهذه الهزائم وهذه المطالب الملحة من بعض دول غرب إفريقيا والساحل والصحراء، يعني منتقدة المواجهة المقاربة والتواجد الفرنسي، فهذا في حد ذاته يعتبر فشلا ذريعا للدبلوماسية الفرنسية، وأن كل الحركات وكل الزيارات التي كان الرئيس إيمانويل ماكرون يقوم بها في هذه العواصم لم تؤتي ثمارها، بل بالعكس أتت بثمار معاكسة. هذه السلطات الآن تطالب فرنسا بسحب هذه القوات التي أصلا هي جاءت إلى هذه المنطقة تحت ذريعة محاربة المجموعات الإرهابية والجهادية في المنطقة. نعم، هو فشل للدبلوماسية الفرنسية، والأوساط هنا في باريس تنظر إلى هذه المواقف الإفريقية المتعددة المنتقدة للنفوذ الفرنسي على أنه فشل لدبلوماسية الرئيس إيمانويل ماكرون. كل هذه الدول المجاورة لهذه المنطقة يعني المأزومة والمليئة بالأزمات ربما هي التي سيكون من على عاتقها أن تلعب دورا في محاربة الإرهاب والمجموعات الجهادية وفي محاولة ضمن أمن واستقرار المنطقة. نحن الآن أمام معادلات يعني جيوستراتيجية جديدة بموجب هذه المطالب المتعددة لفرنسا بأن تخرج من هذه المنطقة وأن تبعد وترحل قواتها العسكرية منها. هذا الأسبوع تميز أيضا بإتمام سنة على الحرب الأوكرانية الروسية، بحيث دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الثاني حاملة الكثير من الخسائر على الميدان، في وقت لا توحي فيه مواقف أطراف النزاع بأن الحرب مشرفة على النهاية. في خضم هذا الوضع المعقد، نشرت الصين وثيقة مقترحها للسلام مكونة من 12 بندا حذرت فيها أساسا من استخدام الأسلحة النووية على الميدان. أعلنت ميليشيا فاغنر الروسية السيطرة على بلدة شمال باخموت شرق أوكرانيا في سياق تعهدات متوالية من الدول الغربية بمواصلة تسليح كييف حتى النهاية. للحديث عن هذا الموضوع كان معنا ضيفنا الدكتور رضوان القاسم المحلل السياسي الخبير في الشؤون الأوروبية. الحرب بالنتيجة هي خسائر على الجميع. أنا لا أقول أنه الاقتصاد الروسي هو بألف خير والاقتصاد الأوروبي هو معدوم، لا، الجميع متأثر في هذه الحرب والجميع يعني يخسر في هذه الحرب. لكن لو رأينا النسبة ما بين الخسارة التي كانت متصورة أو يعتقدها الغرب أنها ستحصل في لروسيا وما بين النسبة التي حصلت في أوروبا، لوجدنا الفارق شاسع جدا. التراجع والانكماش في روسيا يعني ربما لا يتجاوز 2.5
أو 3% أو 4% بحده الأقصى، بينما وصل التضخم في الدول الأوروبية إلى 20 بعض الدول إلى 20%، وهذه كانت كارثة على بعض الدول الأوروبية. وحتى رأينا الناس في الشوارع والإضرابات بدأت تعم كل المؤسسات الدولية في الدول الأوروبية، وحتى أنهم يعني أصبحوا في حالة ميؤوس منها أنه الرواتب للموظفين لم تعد تكفي إلى نهاية الشهر. هذا الفارق في الاقتصاد ما بين التراجع الأوروبي وما بين التراجع الروسي، نعرف أن الموازين القوى انقلبت رأسا على عقب، وهذا كان من تدبير العقل الروسي الذي كان يعني يستعد لهذه المعركة قبل حدوثها بأشهر طويلة، لأنه شعر أن الأوروبيين والأمريكيين لن يهدأ لهم بال إلا بالدخول أو ضغط على روسيا لدخولها هذه المعركة. طيب. لهذا السبب كان الروس مستعدين قبل فترة طويلة، وهذا ما صدر عنه الرئيس بوتين، قال نحن كنا مستعدون إلى هذه اللحظة، بينما الأوروبيون كانوا يظنون أن الانهيار الاقتصادي الروسي سيكون سريعا ويكون السيطرة لهم على كافة الصعود، وإذا انقلب السحر على الساحر، بينما انقلبت الموازين لصالح روسيا وضد الأوروبيين وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. وفي موسكو قدمت الصين هذا الأسبوع رؤيتها لتسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا. الخارجية الروسية أفادت أن من وصفتهم بالشركاء الصينيين أطلعوها على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا. مقاربة جاءت بمناسبة الذكرى الأولى لشن الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. تفاعل كييف مع المقترح الصيني لم يتأخر. مسؤول أوكراني رفيع المستوى انتقد عدم التشاور الحكومة الصينية مع بلاده، محذرا من أن أي خطة سلام يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها أوكرانيا، بما في ذلك عدم التنازل عن مناطق لروسيا التي تحتل أراض في شرق البلاد وجنوبها، ولا سيما شبه جزيرة القرم. من العاصمة الصينية بكين كانت معنا الإعلامية سعاد ياشيهوا. الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا قد يستمر لنحو سنة، وما يهتم به المجتمع الدولي في الوقت الحالي تابع أنه متى سينتهي هذا الصراع. وفي هذه العملية لا شك أن الوساطة من الطرف الثالث سيلعب دورا هاما لإيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمة. وخلال لقاء الأخير بين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي ووزير الخارجية لأوكرانيا، أعرب الجانب الأوكراني عن أمله في أن تلعب الصين المزيد من دورها في البناء لحال هذه الأزمة. ومن جانبها كانت الصين ولا تزال تبذل جهودها لدعوة الأطراف المعنية لإجراء المفاوضات والحوار لإيجاد حلول سلمية لهذه الأزمة، كما أكدت وانغ يي أن الصين ستطرح قريبا برنامجا جديدا لتسوية سياسية لهذه الأزمة. وتعتبر هذه الخطوة يعني الحلف الصيني المرة الأولى التي تطرح فيها الصين مثل هذه التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا. ولا شك أن هذا الملف الصيني سيجدد موقف الصين الثابت لتجاه القضية الأوكرانية، كما سيندوم المقترحات من مختلف الدول التي تفيد لحل سلمي لهذه الأزمة. رغم أن الصين لم تكشف بعد عن المزيد من تفاصيل هذا الملف، ولكن أعتقد أنه من المحتمل أن يشمل بعض النقاط الهامة، وبما فيها ضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي لكل دولة من دول العالم، وضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالمشاكل المشتركة لكل جانب من الجوانب، وضرورة احترام كل ميثاق الأمم المتحدة ودعم كل الجهود التي تفيد للحلول السلمية لهذه الأزمة.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلنت عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 450 مليون دولار لفائدة أوكرانيا التي تشهد صراعا مسلحا مع روسيا تشمل ذخيرة المدفعية لمنصات إطلاق الصواريخ هايمرز وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية. وقد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع الأسبوع بزيارة مفاجئة إلى كييف، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وشدد على تصميم الولايات المتحدة على دعم كييف حتى النهاية. من جانبه قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه كلما زاد الدعم العسكري لأوكرانيا ستستمر روسيا في الدفاع عن نفسها على حد تعبيرها، مشددا على أن رد فعل موسكو سيكون متناسبا مع ما أسماه العدوان على بلاده. للمزيد كان معنا سعيد سلام، مدير مركز فيغن للدراسات الاستراتيجية والباحث في العلاقات الدولية. زيارة تاريخية بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، حيث أنها الزيارة الأولى لرئيس أمريكي إلى العاصمة الأوكرانية منذ عام 2008، بعد عندما زار المدينة الرئيس السابق جورج بوش الابن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي إلى منطقة تجري فيها أعمال حربية دون أن يكون هناك سيطرة على البنية التحتية الحربية أو الاستراتيجية. لذلك هذه الزيارة تحمل رسائل قوية من قبل الولايات المتحدة، موجهة إلى أولا إلى روسيا والرئيس بوتين شخصيا، أن الولايات أن أوكرانيا تخضع عمليا أو أصبحت تحت مظلة الحماية الأمريكية مباشرة وليس عبر أي طرف وسيط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ترسل أيضا رسالة إلى جميع العالم أن الوضع في أوكرانيا مستقر وآمن عمليا بالنسبة للنظام السياسي والبنية العسكرية في أوكرانيا. لذلك عمليا هذه الزيارة تعتبر زيارة عامة جدا وتوصل أيضا نقطة مهمة، توصل رسالة أنهم سوف يقومون باستمرار الدعم السياسي والعسكري. وبالأمس الإعلان عن هذه المساعدات العسكرية الجديدة والتي من ضمنها ذخائر لهايمرز والمدفعية والدبابات وغيرها من الأمور كانت توجه رسالة قوية للجميع. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حصاد الأسبوع. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.